يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أيها مثلا ذي السلسلة من الشخصيات ذي مسنون تمرثنا الغرب إدي كشمان غير الإسلام إكشاد لا إله إلا الله محمد رسول الله أدنى هذا السجاب بفضل الله وبرحمته نفيون ومسنون ذي أمريكاني الشاعر ذي الكاتب إمقام لكورنال دونالد أس روكويل. إذ مثلنا الجزائرين عاش ذي القرن إجعدان إجول للديون الديبارتمون مقال لينينوا ويغرى ويكي من القرينس اليونيفرسيتين غذي الجامعة إن واشنطن. إذ يول المفكر ومسناو يتسنادين أذي زار فريدي الهان أني ذاين يتسنادين أذي فهم أن دايل لو فريدي الحق أنا ميدا سمين إذي الصوت سيد رب الخالق سبحانه وتعالى يخشم الإيمان غير بغي ويس ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله إجايا دي مثلا كراني مسلية أدي قار ديني الصوت أرميا إتزيغ غير الإسلام ويشخشم يا رب سيد رب الإيمان غير دخل بوليو ونشتغينا إفلا ده دا ذين أري السورة مرة أكو إمسلون أما ذي ثمورث الأوروب أما ذي ثمورث الماريكان باش أذعتنق الإسلام وتشمن أتشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. الذي قرأ أيضا مثلا المفكر ومسناو دونالد أس روكويل إن تنزل بساطة الإسلام لا سمبليسيتي دو الإسلام إن تجديد غروس سيدة ربنا الذي قرأ وما جعل عليكم في الدين من حرج ولاش تشبه عرض الإسلام الدين يسر ولاش العسر للإسلام بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء سيد الإسلام إذن لسمبليسيتي للإسلام لبساطة الإسلام جديد غير ورس المساجد من الجوامع الجنسية إن تسعى نيوث الجاذبية من سيد جب ذني عفظ غير ورس إن ذيني يكشمن غير دقي قويو إن الإيمان أكد الثقة أن ينثب قرحات العميقة غير قلن تقولون إمليون الجنس من ملت سنكني حي على الصلاة حي على الفلاح أضرح المرة أو غير تظلي خمسة غير ذن ذواس إن الثقة ذخر اللومور مرة إيكش من غير دخي قوي إن أسباب النظرية مثلا إن الحق سيفكا سيد ربي سبحانه وتعالى سيفكا الإسلام إثم الطوث ورتح قرارام إن أماكن سيفكا هو الجزمور إسيفكا إثم الطوث أمورينس إن وذن أسباب النظر أين دي بوين الرسول صلى الله عليه وسلم ذي السنة ينس يجمع غير العقل أكد الواقع العملي إن تخصد كان يد مثلا أمكال الدقاء أمكال أخصد كان الدقاء دونالد أس روكوان يدمد يون الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم إسي قال يون الوالجازي ينس عقلها وتوكل يروح الوالجازي يغر ورس ينس رسول الله الغمي أثجا كان دقاء السرحة وتسود غرف لس أتشكر أفر بهم وتروح على نغذ ثقنهم إنس الرسول صلى الله عليه وسلم قليث أتشكر أفر بهم الله قليث أتشكر أفر بهم أخدمين لنا بكفوسي وتصغي مالا لبركة وازين أستقر أتشكر أفسي دار بهم أتصدق مشيدة دي والغروب سبب أخدم العمل ثم العمل الإسلام للعمل الإسلام ولحملالا واني تغيمان وحملالا الكسول أعوذ بالله من العجز والكسل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن الناس قليثة تشكيلها في سيد ربيع أنشتغيها مثلا مشيد المذك اللي قليث بالليغة إلا كان الشك إكسعان إذا قلتوكرا في سيد ربيع لا أخذب الوجه بلين إلا عندك فوسيك خدميتك شينيا خطر مياه جبس سيد ربيع يغاست قلت إجمال هذا يروح ولكن خدمين إلا عندك فوسيك تشكيلها في سيد ربيع مت إذ خذين إلا عندك فوسيك شينيا من بعد
أن كل شيء خلاص سيدي ربي تشكي في الناس حاجة ما تصوب مرة لأن كنت تخدم باكنيم وتشكالي رفتقنا وفتقنا نعم إثقن باكنيم دابنيك بلوت سرحانا ولكن تشكي غف في سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى سيدي عسن شيء المهم إن أنت فيك تخلط ولكن أوليك مرة أبي أركز غف تشكال غف سيدة ربي ولكن أقول كاتش صوت تخدم باكنيم اللي أنت فيك يقرد سماحة الإسلام أمشي تسميح الإسلام الديانة في النظام إنسير يوم المرة الأنبياء أزمغاش جريون وتسمن باريس كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كده قال سيد ربي ونخدم على رفاق جريون النفين أكد النفين النظام يوم راد سيد ربي يوم راد الإسلام أنا من مرة نصم الأنبياء مرة لو كان إنسير أي مثل دينا إنسير دينا كينا ومن أصل النبي صلى الله عليه وسلم حمل الضروحي ولكن له من غير سيدنا عيسى أهطر دينسي مويا ماشي دينسي ذا الكافر إقلا وذا جهنة مالذيك وتشفى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسكني ند ومن غير شو حدس أفكى قريه وفلس ولكن له من غير سيدنا عيسى لا النبي صلى الله عليه وسلم يقال ما ثم الله ثم انضيسي أمن سيد أنبياء مرة سيدنا عيسى سيدنا موسى سيدنا هود سيدنا لوط سيدنا نوح سيدنا داود سيدنا يوسف إن مرة الأنبياء كيف ذا الله أكبر يقال صلى الله عليه وسلم نحن معشر أنبياء إخوة وديننا واحد نكون سيد أنبياء ذات مثل الدين النغيون الذي قال دونالد أس روكويل إن الإسلام إن يوم المرة أكو سيد أنبياء يمرد الإنسيم أدي يوم المرة سيد أنبياء الرسول مرة أولى الفرق غير سيد إن ويتصمرت بالليم أدي شعر المعاملة العالية لبان كوندويت أكل بذا كل الذين سلمن أدي لذا غنصرانيين أدي لذا مجوسين أدي سميسة أدي لذا يهودين أدي لذا ويار بذا ولكن أدي شعر المعاملة العالية بالخلق السيد ربي أدي سكن الرحمة للإسلام بشر أن يجب الغرس ذو بقين إذا الإسلام إذا مثلا يقرد أي تكمل العالم الأمريكاني غير الذي يقال إنه إنسلم إنه يتوكس دي القيود العبادة الأوثان ولا يتسمى لا سوزرو ولا سقعة ولا سقرات ولا حاشا سيدة ربالي يعبد ولا يعبدال الأصنام ولا يعبدال القرابي ولا يعبدال الأجيال ولا يعبدال الزمان ولا يعبدال العبد حاشا سيدة ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن حاشا سيدة ربي سبحانه وتعالى ألا يعبد كان يتمثل إذا نستكين الجعين دعائم للعقيدة الإسلامية صفات سيدة ربي يقرد إتكمل الذي قال إن التعاليم دي جامع إن في محمد صلى الله عليه وسلم ذوين دي بوان إن تبويز ميرا في غيارة يون 14 القرون يجي أولا سيد ربي القرآن الكريم يدي بوان إن تبويز ميرا في كشمو فسغة ذخين بشدة في غيارة 14 القرون يجي الحرف والحركة لما في الحرف أفي الحرف النظام على خطر سيد ربي إثعو السن يقرد قويس إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يقرد سيد ربي ذن كينيم إذن ديفكا وذن كينيم أرضي حفظ يوم يجبلنا أذن ديفكا فوسعى باش أذن ثغياء الله أكبر كما يتمثل أذن قرد العالم اللي يتكبين إن ذن أسباب يجب ذنغى الإسلام إن الإسلام وفق وسطين ويسعى للإكستراميزم ويسعى للتطرف نغى الجهة للجهة النظام دائما معتدل بمكان الماس إلا إنه أوليس على التطرف إنه الدين يكشمن غضغ يبويه إنه وتسمى قال الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أم هيك حرص هيك حرص أفسحا نلقو من الس إنه يتسمى لكم تستزدل إنه ويتسمى لكم تصيام باش أدو زمن ماشي كان دو الفرض إدي فرض سيدة ربي ذي الشهر رمضان ولكن ذي السنة ينس يجد أدي تصوم العبد النوافل ذي الصيام الله أكبر أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصوم الخميس أكود الاثنين العالية سيما دي تصوم الخميس أكود الاثنين العالية سيما دي تصوم ثلاث أيام دي الشهر يوم رد الرسول صلى الله عليه وسلم دي السنينس من حديث أبي ذر الغفار رضي الله عنه إنس تصوم ثلاث أيام دي الشهر كبيرين أين يلا العبد الله وفي المراق دي الفايدينس ونشتكي ذا ناديسا سالصحينس كم؟ إن أين يجذن غ الإسلام إند المساجد إند الجوامع إند ذمكن إذا تأمل العبد أبي تسمي منيس
إن دير كان يوجه ويس إيش اللي ربي الخالق سبحانه وتعالى إن دول أشكال التماثيل كان الأصنام يتشين إنك اللي دخل الجوامع النظر وإن دول أشكال الطوقوس يكثن يكثن إن الذين إن الحشا إن الحشا اللي يتسوي الغرس اللي ربي أتشو الجهد كان ولي غرس اللي ربي الخالق سبحانه وتعالى إن دول أثباني يوث الديمقراطية داخل المساجد الديمقراطية ديال الإسلام إن أي نجي هي تعجب غت تعجب أم قرآن إن الملف المقرر دخل المسجد مرض صلاة إن كيف الملك كيف الرئيس كيف السلطان كيف الفقير نه إجلي إن أكن رزلا أكن أرسجدا أكن غرركان أكن غردكر إن دونش كلام القان الجن مخصوصين إيوذك يعني الرؤساء نغي السلطان نغي ويا المذر إن كيف مران المسجد عادين مرة الناس سواسية كأصنام المرشد إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار ذي سن مرة عقد الخيار ذي سن غرسي داربي إن أكرمكم عند الله إدخاكم ذين يسعى ذخي قويس ذي الإيمان وذين يخدم ذي العمل الصالح الله كما يتمثل إند وإن يديش ذن غير الإسلام إند إنسلم ويتسمى لنا الوسيط إذا رأس سيد ربي خالق سبحانه وتعالى سيد ربي خالق سبحانه وتعالى ويبغى لنا دي ليلة الترميديار إذا رأس دي عبديس ما دي لفظ غدا سيدعود دعو يسقفايا من سيد ربي يقول وإذا سألك عبادي عني إن اسمه لك ناس سقسان كيد سقسان كيد في اليوم إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم سقسان كيد في اليوم ولكن نسينا لنا إناس بلقنا قربة ولكن إن قفايا إيه عبادي سمال دي سوالة سيقين قرصد أقضي قرفاك العثيد كان قضايا من كنيا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بلعلهم يرشدون إذا أولاش الوسط إذا العبد أكون السيد رب الخلق سبحانه وتعالى إن دويني يدي جذن والإسلام إن تسكنات إسعان ينسي من إن وش ما قيل لنا تمر ثنا ما تمر ثيم وش ما قال لنا ماذا ذا بركان هذا الشحن وش ما قال لنا ماذا قلنا ذا وزيان هذا الصفان وش ما قال لنا ما يجهد ما يضعف وش ما قال لنا وش ولش كلام حاجة أديك شن يجلس وثلاث سن إنسي من لا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض وأسود إلا بالتقوى حشا سن إيمان ذي العمل الصالح إن أنشتكي مرة إن ذي يكشمن غضب يقولي اقتنع سدينا كيف لين الدين الحق وذين في صلاة يرفض فوسي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله أكان يثمن أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.